مواضيع اجتماعيه وخدميه بتهم السوريين بحلقه جديده من برنامج لقمه الشمل على تلفزيون سوريا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير لك محمد وايضا لكل مشاهدينا، بتمنى تكونوا بافضل حال اليوم وكل يوم. صار وقت نستعرض ابرز مواضيع حلقتنا. لاجئون سوريون يندفعون للعمل السياسي في الاحزاب الاوروبيه. وانقطاع دواء مرضى الكلى ومشفى الرحمة في دركوش تدق ناقوس الخطر. بين الإيجابيات والسلبيات، ما هو تأثير المكملات الغذائية على أجسامنا؟ صار وقت آخر أخبار السوريين اليومية بكيف الحال؟ افتتحت مؤسسة هاينريش بول في ألمانيا المعرض الفني سوريا في الرسوم الكاريكاتورية بمشاركة رسامي كاريكاتير سوريين يعيش معظمهم خارج سوريا. المعرض مستمر حتى 9 من شهر تشرين الثاني المقبل، ومن بين الفنانين المشاركين فارس كربيت وحسام سارة ومحمود البحرة. ويأمل المشاركون أن يكون هذا المعرض جسراً ينقلون من خلاله جزءاً من المعاناة التي يعيشها السوريين في ظل حكم الأسد. دائما الفن هو اقوى سلاح، يمكن محمد بتسلح فيه المهاجر او حتى الانسان الموجود بوين ما كان يكون بالتعبير عن قضايا، خاصه الكاريكاتير بيوصل لانه رساله بسهوله وبسرعه. ومؤسسه هاينريش بول كان لها كمان مشاركه بتنظيم مهرجان او معرض صور قيصر اللي صار كمان بالفتره بالمانيا. افتتح مبنى جديد لقسم اللغة الروسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق دون الإعلان رسمياً عن تدشين البناء الجديد. وبحسب وكالة نوفوستي فإن قسم اللغة الروسي بات الأكبر من بين كافة أقسام اللغات الأخرى في الكلية، لذا قررت إدارة الجامعة تشييد مبنى خاص للقسم حيث بدأت الدروس قبل فترة وجيزة. عموما وزارة التعليم العالي في حكومة النظام كمان افتتحت مؤخرا مركز روسي في جامعة دمشق لتنسيق التعاون فيما يخص تعليم اللغة الروسية للطلاب السوريين. نعم، وكان وزير التعليم العالي التابع للنظام عاطف نداف صرح أن المركز يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تدريس اللغة الروسية بحرفية خاصة بعد اعتمادها كلغة أساسية في المدارس. يعني صار في خطوات كثيرة الحقيقة لتعليم الروسي، وكان شفنا قبل فترة حتى مدرسة عسكرية روسية للأطفال. صحيح، وطلعون وقتها على روسيا. صحيح. إلى موضوع آخر، وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أردنية أن معبر نصيب الحدودي مع سوريا سيتم افتتاحه بشكل رسمي في النصف الأول من الشهر المقبل. قالت صحيفة الغد الأردنية إن لجنة فنية من عدة وزارات قامت بجولة على معبر جابر الحدودي اللي هو نفسه نصيب لتأكد من جاهزيته للعمل في حال تم اتخاذ قرار بتشغيله، في حين كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس في تصريحات صحفية سابقة أن المعبر جاهز منذ الخميس الماضي. جدير بالذكر أنه بعد أن قررت حكومة النظام رفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأجنبية، قال وزير أمين عام وزارة النقل الأردني أنمار الخصاوني أنه سيتم المعاملة بالمثل ورفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية. حكومة النظام السوري كانت رفعت رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية في 10 من الشهر الجاري، ليتم رفع حمولة شاحنة بحدود 4 أطنان من 10 إلى 62 دولار، يعني تقريباً 6 أضعاف تقريباً ارتفعت. صحيح. الرسوم. دقت مستشفى الرحمة في دركوش بريف جسر الشغور الشرقي ناقوس الخطر
بسبب انقطاع الدواء اللازم لعلاج مرضى الكلى. نعم، فحياة 34 مريض على المحك بسبب انقطاع الدواء، مما يترتب عليهم السفر إلى أماكن بعيدة بغية تلقي العلاج، ويأمل القائمون على المشفى تأمين الدواء اللازم لمتابعة عملهم الإنساني تجاه المرضى. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. يغسل أبو أحمد دمه مرتين أسبوعياً بعد أن زرع كلية كانت قد تبرعت لها بها زوجته، لكنها لم تصمت طويلاً وتوقفت عن العمل ليرتاد مستشفى الرحمة في دركوش شمالي جسر الشغور لتلقي العلاج المجاني هناك. بعد مضي 3 أعوام وهو يغسل كليته، تفاجأ أبو أحمد مؤخراً بنفاد كمية الدواء، الأمر الذي أضحى يشكل خطراً على أبو أحمد وغيره من مرضى غسيل الكلى الذين سيضطرون للسفر بعيداً لتلقي العلاج. أول ما رح زرعت في الشام ظلي 2.5 سنين بعد منه انضربت الفشل الكلاوي، وبعد منه جيت أغسل هون في دركوش. المهم وصار أنا معي غسل كلاوي، عملوا لي قصرة في رقبتي، عملوا لي قصرة في إيدي، وجينا هون من كم يوم عند أبو صبحي وإني بقول لي ما في مواد بقى تطلع على أدلب يا أبو صبحي، يعني والله فقيرين، قال لي إيش بيطلع بيدي، أنا ما عندي. حياة أبو أحمد ليست وحدها في خطر، بل هناك 33 مريضا، فهذا هو المشفى الوحيد في منطقة دركوش الذي يقوم بغسيل الكلى. أنا مريضة غسيل كلي صار لي 2 سنة عم أغسل، وهون ما جينا على دركوش بنتعب، هون قريب على منطقتنا قريب علينا يعني، والشباب كويسين ما مقصرين. جينا تفاجأنا أمس بيجي يقولوا لنا شباب ما في دعم، بقى تروحوا على الدب، يلا الدب مشكلي، بعتونا على الدب، الجماعة ما قصروا الشباب يعني بإدلب مثلا يعني عطونا وسوونا، قالوا لنا عطونا شوي من المواد، قالنا يغسلوا هنيك. بتمنى من الشباب الدعم يدعمونا يعني، إذا ما غسلنا بنموت. يأمل القائمون على المستشفى من الجمعيات الخيرية والإنسانية بأن يؤمنوا الدواء اللازم لغسيل الكلى حتى يستمروا في عملهم المجاني والإنساني تجاه المرضى الذين يرتادون المشفى بشكل يومي. مركز غسيل الكلى في مشفى الرحمة بدركوش هو المركز الوحيد في منطقة جسر الشغور عم يقدم الخدمات المجانية لمنطقة جسر الشغور بالإضافة إلى جبل كراد والتركمان. للأسف أنه هذا الدعم بجلسات الغسيل والمواد اللازمة لغسيل الكلى توقف من حوالي 3 أشهر، والمرضى مهددين بالموت في حال أنه عدم توفر هذه الجلسات. نحن بنشد جميع المنظمات الإنسانية بالتدخل ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لحل هذه المشكلة وأنقاذ حياة هؤلاء. 34 مريضاً في خطر إذا لم يتم علاجهم ومتابعة أحوالهم الصحية، فالتكاليف الإضافية والسفر وأوضاعهم المادية قد تدفعهم للتقصير بالعلاج، إلا أنهم يأملون بحل سريع يخفف معاناتهم ويبدد همومهم. كل التمنيات بالشفاء لكل المرضى يعني سواء كانوا بجسر الشغور بإدلب أو بأي مكان. نعم صحيح، وكنا عم نحكي قبل الهواء قديش فعلا هذا المرض منتشر وكتير صعب، يعني فشل كلوي أو القصور الكلوي الله لا يحيش حدا يعني لغسل الكلى، لأنه بحاجة ل يعني متابعة دائمة ومكلف. صحيح. جدا أيضا. صحيح. إلى آخر الأخبار اللي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. صارت معنا آلاء. مساء الخير آلاء. مساء النور يارا ومحمد، ويسعد أوقاتكم مشاهدينا. البداية مع سؤال الحلقة، والسؤال هو: بعد انضمام لاجئين سوريين لأحزاب أوروبية، هل يساهم نشاطهم السياسي في حل بعض مشاكل اللاجئين السوريين؟ الحقيقة اليوم كان في تعليقات ملفتة ما حبيت أن أتناولهم هلأ بالجزء الأول، بركي تعتازون أنتم بطرح الأسئلة. خليني أقول النتيجة، حتى الآن 58 لا و 42 نعم. يعني إن شاء الله يكون أي شيء جديد بخص اللاجئين السوريين ممكن أنه يفيد يعني جاليات سورية. يعني هو قد تكون نتيجة تصويت غير متوقعة، ممكن الواحد متوقع يكون متفائلين أكثر. لكن حال رح نناقش بتفصيل مع ضيوفنا بشو صار. صحيح، وكمان بدنا ننوه أنه يعني حتى 58-42 تعتبر نسب متقاربة إلى حد ما.
رح ننتقل للمواضيع المتداولة على السوشيال ميديا، والبداية مع طبيب الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدكتور نبيل زمام الذي نشر على صفحته على فيسبوك ما حدث مع دكتور الأدب الإنجليزي بمادة الرواية الحديثة في جامعة تشرين الدكتور مالك سليمان. مثل ما شايفين القرار بإنذار الدكتور وسبب إخلاله بواجباته الوظيفية آملين عدم تكرار ذلك مستقبلاً تحت طائلة فرض العقوبات الأشد بحقك. رح نحكي شو القصة وليش أخذ دكتور مالك الإنذار. ببوست نشره دكتور نبيل عم يقول: كل اللاذقية سمعت أن الدكتور مالك سليمان نبه طالبة من ذوات المدرشو لمخالفتها القانون الامتحاني، فصرخت في وجهه وهددته بأنها لن تسكت وهي من هي، فقال لها ببساطة: أنت قليلة أدب. أجرت طالبة اتصالات وجنة جنون جماعة يعني نحن الدولة ولاك بمن يمثلها من متنفذي الجامعة، حتى أن أحدهم ممن يفترض أنهم يمثلون هيبة القيادة السياسية في المحافظة طلب من موظفيه أن يأتوا له به مشحوطا، يعني أن يأتوا بالدكتور مشحوطا. فرد عليه أحدهم: هذا أستاذنا ولا نقبل رفع أنظارنا في عينيه، فاذهب أنت واشحطه إن شئت. كمان بناخذ كماله البوست، انا قسمته نصين لانه يعني حتى هذا مختصر هو طويل كثير. بعد حمله التشهير وسيل الاكاذيب والتحريض على رجل العلم من رجال التشبيح بالجامعه ووسائل التواصل الاجتماعي، اجرت الجامعه التحقيق وانتهت الى نصره بنت الزوات ورجال نحن الدوله ولاك. شيء متوقع. وتمت معاقبة رجل العلم بعقوبة شديدة الأثر مادياً ومعنوياً لأنه تجرأ على تنبيه طالبة لمخالفة ترتكبها في الامتحان وتوبيخها عندما هددته: إنذار يا رئاسة جامعة تشرين. عم يسأل نبيل: إنذار يا رئاسة جامعة تشرين، والحجة إخلال بواجباته الوظيفية، وهو الذي لم يغب عن محاضرة له أو مراقبة امتحانية لما يزيد عن ربع قرن. يعني دكتور، مثل ما قلتي من الدكاترة الكبار بالجامعة، كتير مؤلم أنه طالبة بس لأنه بنت فلان أو طالب تقدر تصرخ بوجه دكتور. بتذكر شقد كان له هيبة الدكتور أو حتى أستاذ المدرسة، يعني كتير في خط أحمر واضح أنه بس مع الأسف. يا رهي، الهيبة اللي عم تقولي عليها موجودة بس عنا نحن، يعني يلي أولاد المسؤولين والذوات مثل ما قلتي مزبوط ما عندهم هاي شيء، ممسوح أي شيء له علاقة. يعني من زمان، من لحنا وصغار، ابن المعلمة أو يلي أبوه ضابط بيكون غير يعني بيتعامل. يعني هي سوية الأسد باختصار. تمام. امبارح كان يمكن حكينا عن تشبيح، سلوك تشبيح عند فنانين ونقابة الفنانين، اليوم عم نحكي بالمؤسسات التعليمية. حيلا يعني كلنا يمكن اللي عاش بسوريا حتى يعني بالسنوات اللي قبل الثورة ما بيستغرب لما بيسمع. لا ما بنستغرب يعني. وجامعة تشرين تحديدا كونها بلادية، فيعني الفساد مستشرس فيها. حتى اليوم كان في مقالات عن هذا الموضوع وقديه تم يعني ألقوا القبض على عصابة من حتى المراقبين عم يشتركوا عم يعملوا عصابات مع الطلاب، وطبعا كل شيء مقبوض. طبعا صحيح للأسف. رح نقرأ بعض التعليقات يلي وصلت على البوست. عدنان عم يقول: نفس العقلية يلي استحوذت على الجامعة السورية الخاصة وشحطت مالكها دعسا ورفسا أمام الطلاب وعمره فوق 70، واتهم بالعمالة وشوهت صورته في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ودخل السجن، ليضطر بعدها للتنازل عن الحصة الكبرى في الجامعة مقابل خروجه من السجن، وبعدها غادر البلاد، هذا قبل الأزمة بعام. فيا وطن الماء يكثر فيك المصلون، عجزت عن بل ريق العصافير. هذا البيت لشاعر مظفر النواب. يعني ما بعرف واحد شو ممكن يعلق. كل أشكال التشبيح يعني ما في حدا مستثنى، سواء كان حدا بالسلك الجامعي يعني حدا دكتور. وعلى فكرة الدكتور مالك يعني كان بالخمسينات على ما أذكر يعني أحد أفراد بعثة إلى بريطانيا. يعني هو ما في حرمة، ما في احترام لا مكانة علمية ولا اجتماعية. ما حدا يعني ما حدا مستثنى، ما حدا له غطاء من التشبيه. صحيح، ولا هيبة ولا شيء. كمان بنشوف تعليقات أخرى على نفس الموضوع. رح نقرأ التعليق، خلونا نقرأ التعليق مع بعض.
منذر عم يقول دكتور نبيل فضائح جامعة تشرين بدأت منذ طرد دكاترة كلية الطب والعلوم طرد تعسفي لأسباب أوهى من خيوط العنكبوت في تسعينات القرن الماضي. ربما حكاية الدكتور المحترم مالك أقل وطأة من حكاية الدكتور منير شحود وأنت سيد العارفين. طبعا دكتور منير شحود صاحب كتاب الانفجار السوري الكبير اللي طلع بال2017 السنة الماضية، حتى أنه هو من أوائل أساتذة الجامعيين يلي ناصروا الثورة السورية، وبالطبع تعرض لما يعني ما صعب أنه يخطر ببال حدا من قبل النظام. حتى أنه الدكتور شحود كنت عم فوت على صفحته لشوف إذا في بوستات مرتبطة بالموضوع، لقيته كاتب أستاذ جامعي سابق ممنوع من التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة بتهمة ربيع دمشق. مع الأسف كتير في دكاترة، بتذكر أنا يمكن آخركم اللي طلعت من سوريا، فأنا بتذكر إنه بالجامعة كان في كتير دكاترة من كانوا مع الثورة بشكل واضح، حتى وقت المظاهرات كانوا يحموا الطلاب وقت ينزلوا على ساحات الجامعة، وهن أول الدكاترة للأسف يلي يا اعتقلوا يا خلوهم يطلعوا برا البلد. صحيح، يعني هو من بداية الثورة كان أي حراك ممكن أنه يكون بقلب الجامعات أكثر شيء ممكن يرعب النظام. وبالرغم من هيك شفنا مظاهرات سواء كانت بجامعة دمشق أو حتى بجامعة حلب، وفي كتير طلاب اعتقلوا، في كتير دكاترة يعني غيب وما حدا بيعرف بقى شو صار فيهم. صحيح صحيح، هذا غير يلي انتفى وغير يعني بالمقامل تم دعم البعض اللي بسبب مهاراته التشبيحية. صحيح طبعا، للزي العسكري أحيانا صار في يعني طبعًا. عميد كلية مثلا للزي عسكري بيفتخر بهذا الشيء. هذا غير يعني هدول الشخصيات كلهم تكون شهاداتهم يعني من دول الاتحاد السوفيتي سابقا وكلها معروفة خريجين رومانيا. صحيح. مثلا تعليق الأخير من فدوى عم تقول في منتصف التسعينات وقفت طالبة من نحن الدولة بباب المدرج الامتحاني وأخذت ترعد وتزبد وتصرخ في وجه دكتور في الخمسين من عمره وتقول بدي افعس هالحشرة بكندرتي لأنه لم يسمح بدخول ورقة الإجابة إليها في الامتحان، وتهافت الكثير من مسؤولي الجامعة حين ذاك للطبطبة على كتفها والتوعد بمعاقبة الدكتور. إذن لم يتغير الحال من ربع قرن، وآه يا وطن ما رح يتغير الحال يا فدوى. يعني طول ما هذا النظام يعني باقي نفس النظام ونفس العقلية، ما في شيء لا ثورة ولا كل هالآلاف يلي استشهدت واللي اعتقلت ممكن تغير هيك عقلية فعلا متحجرة هالأديان. وهلأ يعني معناتها ما عاد في داعي نستغرب ليش تراجع جامعات سوريا وصل لهون بسبب هالظواهر اللي عم بتصير. ما يعني نتيجة طبيعية. صحيح صحيح، كل هالفساد أكيد يعني شيء طبيعي إنه يؤدي للتراجع. رح روح على الشمال السوري لحتى ننتقل للوحة مضيئة مشاهدينا، مو دائما الأخبار محزنة. بالشمال السوري في اختراع دراجة إسعاف صناعة سورية 100%. رح نشوف صور للدراجة مثل ما شايفين فعلا، حتى هلأ الصورة الثانية بنشوفها كيف يعني ممكن الشخص المسعف مثل ما شايفين هون بيقدر يعني يتسطح مشان الحالات الحرجة. يعني رغم بساطة الصورة بس يعني بتحسي فيها شيء هيك مرتب وظريف ومفيد يعني. ومفيد وعملية لأنه بالحارات صعب السيارات تفوت، وسريعة بتخيل يعني أنه دراجة نارية. يمكن بتشبه شوي اللي بيستخدموه بالملاعب، بس يعني بحالات الموجودين فيها الناس. صحيح. بالشمال السوري ومثل ما قلتي حتى أحيانا تكون الشوارع السيارة الأسعار الكبير ما بتوسع أساسا. صحيح. كعرض رح نقرأ بعض التعليقات اللي إجت. و عنا كفاح عم يقول لازم بكل حارة يكون في منا دراجتين إن شاء الله يا كفاح. كمان ناخد تعليق الأخير من سراج، عندما يبدع العقل السوري. عن جد. أنا بدي أودعكم يا رو محمد لهم تكون خلصت فقرتي. بالجزء الثاني من حكي ميديا رح نحكي عن ألبوم فضل شاكر الجديد. لأنه رجع يعني فضل شاكر وبقوة، لازم تغذينا دائماً بهاي القصة. وكمان رح نستكمل قصة الطفل المصري اللي مبارح حكينا عنه يلي كان عم يبكي بالمدرسة مشان ينام. صار في تداعيات كبيرة للقصة على السوشيال ميديا، رح نكفيها بجزء الثاني. ناطرينك أكيد آلاء، ورح نروح مع مشاهدينا لفاصل قصير وبعده منتابع بباقي فقرات لم الشمل.